نعم، مجزرة حقيقية ارتكبت اليوم ضد المواطنين العزل، ما يزيد عن 2000 إصابة في قطاع غزة، ما يزيد عن 43 شهيد، لا زالت الأعداد في ازدياد. نعم، نحن هنا استقبلنا في مجمع الشفاء الطبي ما يزيد عن 450 إصابة، وهذا يفوق القدرة الاستيعابية للاستقبال والطوارئ ب 22 ضعف، لأن القدرة الاستيعابية هي 20 سرير في ظل، وهذا تحدي أمام الكوادر الطبية العاملة هنا في إنقاذ أرواح مصابينا في ظل النقص الشديد في الدواء والمستهلكات الطبية والتحاليل المخبرية. وصلنا لا أقول الخطوط الحمراء، بل تعدينا الخطوط الحمراء، ولذلك هذا نداء استغاثة إلى كل من يسمعنا ويشاهدنا بإنقاذ القطاع الصحي قبل الانهيار حتى نستطيع تقديم وإنقاذ أرواح مصابينا. Yeah.